لقد رافق رئيس مجلس الشعب الأرمني وكادو الخوش عموم الأرمن الممثل الرسمي للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة في عام 2005. إن لم يزور الشيخ العربي الأرميني اليوم دير هاغارتشين ما كانت كما هو الآن، ولم يكن قد تبارك على يد الكادو غيكوس غاركين الثاني. يقال بأن الشيخ القاسمي أدى صلواته وهو راكعا في دير هاغارتشين لمدة 30 دقيقة، وبعد الانتهاء قرر أن يهدي 5 ملايين دولار لإعمار دير هاغارتشين. وحسب توصيات رئيس الجمهورية كان المسؤول الرسمي عن زيارة الشيخ الدكتور رئيس مجلس الشعب الأرمني: نحن نشكر الشيخ الدكتور القاسمي لانطباعاته ونثمن العلاقات الأخوية بين الشعبين العربي والأرمني. الممثل الرسمي للشيخ العربي السيد ديار حميد ديار جعفر نقل تحيات الشيخ القاسم وروى عن مدى انطباعاته الرائعة عن دير هاغارتشين، ولحد الآن في مكتبه في الجامعة الأمريكية في الشارقة معلق صورة الدير من القرن التاسع ويعرضه كل الزائرين. بالرغم من أن العرب مسلمين إلا أنهم دائما يعتبرون الأرمن المسيحيين أخوة وأخوات لهم. رئيس مجلس الشعب والضيف السيد ديا جعفر تجولوا معا في دير هاغارتشين المرمم، علما أنه تم ترميم أجزاء منه في تسعينيات القرن الماضي، وتم إضافة بناء جديد ضخم لإقامة الرهبان فيه. الشيخ رجل مؤمن جدا ويؤمن بكتابه القرآن الكريم ويؤمن بأن كل الشعوب أخوة وأخوات ولا يجب التفرقة بينهم. حسب رأي السيد ديا جعفر، إعادة إعمار دير هاغارتشين هي نابعة من العلاقات العربية الأرمنية القديمة وعبر القرون. معالي الشيخ رجل مؤمن ومتواضع ومؤيد العلاقات الوثيقة بين الأديان. وبأمر السيد رئيس جمهورية أرمينيا وبمرسوم جمهوري تم تكريم معالي الشيخ القاسمي بميدالية الشرف لمساعدته في إعادة إعمار دير هاغارتشين، حيث سلمه رئيس مجلس الشعب.